السلام عليكم. هذا هو ابن حنيفية، يمر على مدينة أو قرية حاسين، والمسؤولين يطلقوه للفلاحين باش يسقوا الأراضي تاعهم. مرة على مرة يطلقوا لهم الواد، وما شاء الله الواد راه الماء تاعه راه نقي ما شاء الله. اسمعوا لله، صوت المحرك هو صوت المضخة، المضخة باش يستعملوها الفلاحين لسقي الأراضي تاعهم. الواد ما شاء الله. هذه طريق ما بين حاسين ومدينة بن حنيفية، حمامات بن حنيفية حمامات، وهي مدينة سياحية لازم لها قليل من العناية فقط من ناحية البنية التحتية، فيها فنادق، فيها حمامات كثيرة، ماء معدني طبيعي وساخن جدا. وهذه المنطقة تعتبر منطقة فلاحية، والطريق العام أرى أنفص مباشرة، أرى الطريق ما بين حاسين، مدينة حاسين وبن حنيفية. هذه هي، شوف مناطق رائعة ومناظر رائعة جدا. والسلام عليكم ورحمة الله. واليوم رانا الجمعة 15 جوان، الله أعلم 15 جوان 2019.